الفيديو بتاع النهارده بجد هيعجبك، اتفرج عليه ومش هتضيع اي وقت، هتستفيد بجد. الانجليزي ده بص انا حاسه كده صعب ومش بعرف اسمع منه اي حاجه، معلش يعني معلش انا اسف. كل حاجه بتيجي خطوه بخطوه، خطوه بخطوه كل حاجه هتبقى سهله جدا. طب عندكم ايه النهارده بقى كده بالصلاه على النبي؟ يعني عندكم ايه؟ عندنا فضله خيرك الكونفيوزنج ووردز في الانجليش تمشي معاك. فضله خيرك حضرتك ابن نقطه اهو بتعرف تهزر. لا برنس برنس حبيبي شكرا على قد كده. بص الكونفيوزنج ووردز يعني الكلمات المتشابهه اللي بتلخبطنا واحنا بنسمع وكمان واحنا بنتكلم. بص يا كبير طالما هتعلم حاجه انا راشق، انا معاك انا معاك يا مستر، هتفرج انت اقنعتني خلاص. يلا بينا من هنا حبهرك. ده بارت 2 او الحلقه الثانيه من الكونفيوزد ووردز في الانجليش. بارت 1 واللينك بتاعه هتلاقيه below the video يعني في اسفل الفيديو. الكلمات اللي انا هشتغل عليها النهارده بتبقى يا اما شبه بعض جدا في قريبين بعض جدا في النطق او النطق بتاعهم واحد بس السبيلنج بتاعهم بيبقى مختلف. اول كلمتين معانا هما كلمه lose و loose. lose اوكي يعني يخسر، you will lose. لكن lose دي ممكن تيجي adjective او صفه بمعنى حاجه مفكوكه او مش مربوطه باحكام، زي مثلا لما اقول لك the dog is loose يعني الكلب مفكوك مش مربوط. the dog is loose. lose في زد كده، lose الاسم بتتنطق زد والloose loose. تاني كلمتين معانا كلمة live يعني يعيش والleave يعني يغادر. تاني live وleave. I live in Egypt. I live ما قلتش leave. I live in Egypt. لكن I will leave now. Leave now أنا همشي دلوقتي. I will leave now. سؤال كلمتين معانا كلمة break نفس ال pronunciation بالضبط لكن ال spelling مختلف. break لو لها بمعنى يكسر okay. I will break you, I will break something. لكن break التانية بمعناها الفرامل بتاعت العربية، تعرف من السياق كمان بتاع الجملة. يعني مثلا لما اقول لك you will break the cup يعني انت هتكسر، اكيد هنا مش مقصودش معنى الفرامل، بقول لك you will break the cup انت هتكسر الفنجان. تمام؟ فانت بتعرف الفرق ما بينهم من الكونتكست. add و add نفس ال pronunciation لكن ال spelling مختلف والمعنى مختلف. اللي فيها اتنين دي دي بمعنى يضيف. I'll add sugar to the cake. هضيف مثلا سكر للكيك. I'll add sugar to the cake. لكن add التانية بمعنى اعلان وجمعها ads. لما اقول مثلا I saw your ad. انا شفت الاعلان بتاعك. اكيد مش معناها حتى لو هو نفس النطق اكيد مش معناها يضيف. past and past. past الاولانية بمعنى الماضي. Okay. Forget the past. انسى الماضي. لكن past التانية بمعنى عدى حاجة. الماضي بتاع فعل pass. يعني لو عاوز اقول انا عديت الامتحان هقول مثلا او نجحت في حاجة يعني. I passed the exam. الكلمتين دول بقى متشابهين جدا في السبيلنج لكن مختلفين في النطق. resign بمعنى يستقيل لكن تستقيل من شغل يعني تسيب الشغل بتاعك. I resigned yesterday. أنا استقلت امبارح. لكن الثانية resign. الاس هنا بتتنطق زي ما هي. resign وما بينهم هايفن بمعنى ان هو يعيد التوقيع. زي مثلا مو صلاح is gonna resign for Liverpool. يعني هو هيوقع تاني. story و story. واحدة بمعنى قصة. اوكي. Okay. I love reading stories. انا بحب ان انا اقرا القصص. والتانية story بمعنى floor. اوكي يعني الطوابق. On the 13th floor في الطابق الثالث عشر. كلمة hungry يعني جعان. I'm hungry. Hungry. لكن في بلد تانية اسمها المجر. اوكي ففي ايه بقى فبنقول بدل ما نقول hungry بنقول hungry. يبقى hungry hungry. فرق بسيط جدا ما بين جعان وبلد اسمها المجر. coarse and coarse. coarse الأولانية بمعنى خشن، حاجة خشنة وأحيانا حاجة وحشة. زي مثلا I found coarse glass on the floor. أو ممكن تيجي برضو بمعنى حاجة سيئة زي مثلا coarse his coarse manners يعني أخلاقه السيئة أو الوحشة أو الحادة. لكن الكورس التانية كلنا عارفينها. I want to take an English course. I want to take German course. A course كمان بمعنى المسار. We should follow the same course. أشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله. Thank you. Bye.